كان هيبقى قمة الظلم لو مصطفى شوبير ما كانش خد فرصته الكاملة بعد إصابة الشناوي وانتهاء موسم الشناوي. النهاردة مصطفى شوبير بياخد نقطة ثمينة جدا للنادي الأهلي. النهاردة مصطفى شوبير يحرم شباب بلوزداد من التقدم أكتر من مرة. مصطفى شوبير النهاردة بيصول ويقول عن مرمى النادي الأهلي. مصطفى شوبير حارس كبير جدا بأدائه النهاردة قدام شباب بلوزداد، حارس كبير جدا لأنه في الشوط الثاني شال بتاع 3-4 اهداف محققه لشباب بلوزداد. مصطفى شوبير الشوط الثاني هو النادي الاهلي، مصطفى شوبير لوحده النهارده هو اللي خلى النادي الاهلي يخرج بنقطه ثمينه او يعود بنقطه ثمينه من الجزائر، بتخليه على ترتيب المجموعه بعد 4 ماتشات بفوز واحد للنادي الاهلي للسنه الثالثه على التوالي. مصطفى شوبير النهارده باداء فوق الرائع، النادي الاهلي باداء سيء في المباراه، مصطفى شوبير مع النادي الاهلي بيقتنص نقطه ثمينه من شباب بلوزداد. وهنتكلم عن كل حاجة وتأخير التبديلات من مارسيل كولر بعد 85 دقيقة يا راجل بيطلع موديس. لو نسيت تحط اللايك انزل حط حالا بالا فعلا لايك فيديو وسبسكرايب في القناة عشان عايزين نوصل 3000 مشترك ونوصل الفيديو ده ل 50 لايك. موديس طول المباراة مع شباب بلوزداد اصلا مش مع النادي الاهلي، في الدقيقة 85 بيطلعه بينزل كهربا، ليه انا مش عارف، بتستنى عليه ده كله ليه انا مش عارف، بتستنى لحد الدقيقة 75 ليه عشان تعمل تبديلات هجومية عشان تنشط الناحية الهجوميه بتاعتك ليه انا مش عارف. ده كله النهارده كولر بيشيل نسبه ضئيله او نسبه مش ضئيله قوي، هي نسبه تكاد ان تكون 30-40% من تعادل النادي الاهلي النهارده، لانه لو كان رمى لعيبه هجوميه مع بدايه الشوط الثاني كان هيصحح شويه المسار بتاع الفريق ويخلي الفريق شويه يكون افضل في الشكل الهجومي، بالذات ان انت مريح 50 يوم كاملين، كان لازم بقى ما بين الشوطين او حتى بعد 10 دقايق من الشوط الثاني بعد ما لقيت شباب بلوزداد ضغط عليك وعامل عليك كل شيء المفروض كنت تنزل لعيبه هجوميه علشان انت كمان تضغط عليهم وعشان انت كمان تكون منافس ليهم في المباراه، وما تخليش طول ال 45 دقيقه الثانيه تخلي ان شباب بلوزداد حبساك في مناطقهم مناطقك الدفاعيه وكل الشوط الثاني يبقى شباب بلوزداد بس. ده اللي احنا شفناه في الشوط الثاني. شوط اول كان بعض الشيء جيد من النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، شوط اول اتقدم بطريقه كريتيف من لعيبه النادي الاهلي باسم النادي الاهلي وليس بمجهود اللعيبه اللي موجوده حاليا، لان اللعيبه وعامه النادي الاهلي النهارده كان بشكل مش هقول لك سيء برضه، هو بشكل مش اللي هو النادي الاهلي ولا شكل حتى جيد بيناسب النادي الاهلي. يعني النهارده الاهلي 7 تسديدات طوال المباراه، ال7 تسديدات في الشوط الاول وال7 تسديدات اصلا مش على المرمى، مش ما بين ال3 خشبات. حارس شباب بلوزداد النهارده ما شالش كوره من لعيبه النادي الاهلي. النهارده النادي الاهلي على الشق الهجومي سيء جدا، على الشق الدفاعي لعيبه بلوزداد كانت بتقدر توصل وكانت بتقدر تسدد على مصطفى شوبير، والدليل على ذلك تالق مصطفى شوبير النهارده اللي الحمد لله ان هو هياخد الفرصه الكامله بتاعته لنهايه الموسم مع النادي الاهلي، هياخد الفرصه الكامله اللي كان لازم ياخدها، اللي كان هيبقى قمه الظلم لو كان النادي الاهلي تعاقد مع حارس كبير وخلى برده مصطفى شوبير يفضل قاعد على الدكه، لان مصطفى شوبير هو خليفه الشناوي حاليا في مصر. مصطفى شوبير بعد اداء رائع جدا النهارده وسط جماهير الجزائر، وسط ملعب مليان، خلف المرمى بتاعه مليانه جماهير، وده كله مع الضغط ده كله في اول مباراه، يعتبر في اول مباراه باللي هي المسؤوليه الكبرى عليه، بيقدم مستواه وبيقدم نفسه بكل قوه مع النادي الاهلي، وبيشيل 4 اهداف محققه في الشوط الثاني، وبيشيل في الشوط الاول بتاع كورتين 3 في اداء رائع جدا، خلى ان مصطفى شوبير خلاص هو هيبقى الحارس الاساسي، وده اللي كان لازم يحصل اصلا بعد اصابه الشناوي، مش ان انت تروح تتعاقد مع ابو جبل او حتى مع اي اسم كبير، ده ما كانش لازم ينفع، ما كانش لازم يحصل، لان مصطفى شوبير كان لازم ياخد فرصته الكامله، وفرصته جات له، وان شاء الله مصطفى شوبير اكيد هيكون قدها، لان مصطفى شوبير اللي قدها النهارده وقدمه النهارده بيثبت ذلك، ويثبت ان النادي الاهلي لديه حارس اسمه الشناوي يصيب فلديه الخليفه بتاعته مصطفى شوبير. وانا بصراحه شفت اداء رائع جدا النهارده من مصطفى شوبير. على الجانب الاخر لو رحنا لكولر، كولر النهارده عمل يعني مش عادته، هو دي عادته مش هيشتريها، تاخير في التبديلات. انت فريق مريح بقالك 50 يوم، فريق ما بتلعبش كوره بقالك 50 يوم، اي نعم كان في بعض الماتشات الوديه، ولكن احنا عارفين اللعيبه المصريه لما بتبقى واخده راحه بتبقى مأنتخه من الاخر. انت بقى في الشوط الثاني بعد 10 دقايق من الشوط الثاني خلاص شفت ان شباب بلوزداد قدامك بقت هي الاقوى، بقت هي الاخطر، بقت هي اللي حبساك في مناطقك الدفاعيه، بقت هي اللي بتوصل، بقت هي اللي بتسدد عليك، بقت هي
بقت هي الاقرب بانها تكسب الماتش. انت ليه ما ظبطتش النواحي الهجوميه بتاعتك؟ لان خير الدفاع الهجوم، انك تهاجم او يبقى ليك حس هجومي، ده كان لازم يحصل النهارده علشان تقلل شويه من الهجمات اللي حصلت عليك في بدايه الشوط الثاني او حتى طوال الشوط الثاني. كان لازم يبقى في لعيبه تخرج الكره من تحت لقدام، كان لازم يبقى في لعيبه تربط ما بين الدفاع والهجوم، وكان لازم يكون فيه هجوم اصلا او لعيبه هجوميه بشكل جيد. لان النهارده في الشوط الاول شفنا مودست مع شباب بلوزداد استنيت عليه لحد الدقيقه 85، انت بتديله فرصته في ماتش شباب بلوزداد مثلا؟ ما هو ماتش صعب برضه في الجزائر، يعني ماتش فريق شباب بلوزداد انت ما كسبتش عليه كالنادي الاهلي عامه، ما كسبتش عليه في الجزائر من 2001، جاي النهارده عايز تكسب بمودست؟ ده مش هينفع او ده مش هيحصل. الناحيه الثانيه امام عاشور في الشوط الاول قدم اداء رائع جدا، في الشوط الثاني اداؤه قل جدا مع باقي اللعيبه. يعني انت كان لازم تغير، كان لازم تبدر شايف التغييرات، ده ما حصلش. وبدايه التغييرات كانت دي 75، علامه تعجب كبيره جدا 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 على تاخير التغييرات والتبديلات من مارسيل كولر. ولكن هي مباراه لا يسال عنها النادي الاهلي اصلا، هي مباراه صعبه بكل المقاييس، ان انت تبقى راجع من اجازه او راجع من راحه او راجع من توقف دولي او راجع من 50 يوم مفيش كورة، من 50 يوم مفيش كورة، ان انت تتعادل في الجزائر ده مباراة كويسة جدا ونتيجة كويسة جدا ونتيجة ايجابية المفروض تكون ايجابية. يعني انت النهاردة بعد التعادل بتاعك ده انت بتفضل على صدارة المجموعة، وهتروح تلاعب ميدياما الجمعة الجاية، لازم بقى قدام ميدياما على الاقل تخطف 3 بونت علشان تريح نفسك في اخر ماتش، او في يعني ما تروحش اخر ماتش اللي انت مضغوط، لان المجموعة فيها كلام كبير جدا. المجموعة ممكن في يوم وليلة تتشقلب، ممكن بعد ماتش واحد المجموعه تتشقلب وتلاقي الاهلي بقى ثالث مره واحده، عادي، ما هي النتائج قريبه 6-5-4-4 يعني قريبه، او 6-5-5-4 اللي هو يانج افريكانز وشباب بلوزداد وميدياما، النقط قريبه، كان ممكن في اي وقت تلاقيها فلتت منك. فميدياما مفروض ماتش يعني مضمون تروح تكسبه تاخد ال3 نقاط تتاهل، خلصت. ما تروحش بقى انت اخر ماتش تبقى ماتش صعب قدام فريق صعب، قدام فريق هيبقى عايز يصعد، لان هيبقى جاي من ماتش شباب بلوزداد الله اعلم ايه اللي هيحصل في الماتش ده، فالامور متصعبه شويه، بس انت تكسب ماتش الجاي ما تصعبش حاجه. النهارده تعادل مقبول، تعادل يخش كده اللي هو يا عم عديها، اللي هو انا غايب بقالي 50 يوم بس يلا، اهم حاجه اللي احنا شفنا الاهلي، دي جماهير لسان حال جماهير النادي الاهلي النهارده. ولكن انا كزملكاوي اه تعادل مش هفرح فيه، يعني هفرح اللي هو تعادل يا جدعان يخرج من البطوله مثلا يعني، ولا عايزين مش عايزين. متابع النادي الاهلي ممثل مصر في دوري ابطال افريقيا مع بيراميدز اللي هيلعب بكره تقريبا او يوم الاحد. ولكن النادي الاهلي النهارده بيتعادل، وكلمنا عن المباراه، ويتعادل مع شباب بلوزداد 0-0 او بنتيجه بدون اهداف. مصطفى شوبير نجم المباراه، مصطفى شوبير وقدم اوراق اعتماده، يا ريت يفضل هو بقى مكمل على كده، انه دي فرصته الذهبيه اللي مش تتعوض، فرصتك الذهبيه اللي مش تتعوض، اللي انت خلاص هتبقى حارس النادي الاهلي الاول لنهايه الموسم، لا قدر الله لو ما حصلش اصابه، يعني هتبقى حارس النادي الاهلي لنهايه الموسم. واكيد اكيد اداره النادي الاهلي لما تعاقدت مع محمود الزنفلي مش جايباه عشان يقف حارس اساسي للنادي الاهلي، مع احترامي لمحمود الزنفلي صاحب اكتر عدد تسديدات في الدوري المصري، ولكن هو كان بيلعب مع الداخليه، فاكيد برضه الدفاع بتاع الداخليه امور فنيه مش ندخل فيها. ولكن مصطفى شوبير هو الاحق وهو الاقدر لحراسه مرمى النادي الاهلي الفتره اللي جايه كلها، بعد الاداء الرائع والجيد والممتاز جدا اللي شفناه النهارده في مباراه شباب بلوزداد في قلب الجزائر في ملعب 5 جنيه. النادي الاهلي بيخطف نقطه ثمينه عن طريق مصطفى شوبير اللي تصدى 3-4 اهداف، ووقف هجوم شباب بلوزداد الكاسح، ووقف هجوم شباب بلوزداد اللي هو بقى هو الاوحد في الشوط الثاني. النادي الاهلي خطف النقطه، مصطفى شوبير حرس عرين النادي الاهلي الجديد يخطف نقطه ثمينه جدا للنادي الاهلي. عجبك الفيديو بتاعنا؟ خليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي، لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه. دمتم في امان الله.